طبعا مثل ما تشوفون شراود من اشهر اللاعبين ومن افضل اللاعبين بالنسبه لي. شوف حركه الماوس بس كيف لقط. اوكي كذا استوعب حوالينا 20,000 شخص. 1 2 3 4 5. شوف لو لاحظت قبل شوي باقي لها طلقه واحده بس من المخزن ولف واعطاه هيد شوت. كنت استمتع فيه اشوف مقاطع وهو يلوت لدرجه انه خلاص ادمنته مره يعني ممتع. Go ahead and release. دكتور ريسبكت الظاهر. I'm telling you, not only am I the best player. إذا ما غلط بالاسم. Ninja's not even in top 5. ضبط التوقيت الدروب. سلكت معي يا رجل من كثر ما يلعبون هالألعاب صاروا خلاص يضبطون التوقيت. واو يا ردة الفعل. One more there. Same spot. Good job. يا رجل ما يموتون بسرعة. Same spot probably. You can get me now. No, coming in from my side. Right here, behind me. داخل السكواد الظاهر. يا رجل محظوظ وربي محظوظ. اوه لا لا. اوه واو. اقسم بالله يا شباب شوف الرعشة اللي جته. واو في اللقطة. شوف. Good job. المهم ندي المقطع اللي بعده. هجمات الخير واحد فوق دبابة مستمتع مرة طيبة مدري يدور لوت. ايوه دخل من الشباك. That is how you enter a building. Break with the back of the back. سلام والله اشتقت لها. يا سلام عليك. هذا الاحتراف يوم من جد ما تشوف اللاعب قدامك وتعطيها الحركة هذه تضبطها. في ناس يعني الأمانة استخدام الميول هذا يمين ويسار تحصله مال هداعي. واحد قدامك يميل كذا يطلق عليه ما تدري ايش وضعك انت ليش تميل. طيب ليش تميل؟ بعضهم يقول لك ايش والله عشان ما يصيب راسي. ما ادري يعني وش اعلق على الموضوع يعني يضيع من راسك ما ادري. المهم اللقطة اللي بعدها بيك مي اب هومي. طيب اثنين منهم طيب معه. اخويا ما مات ايش اللي صار؟ شوف يوم رمى هذاك انبطح. يحسب انه مات يقول له تعال قومني. يعني انا طحت بمواقف مربكة بس مثل هالموقف احسب اني مت وانا ما مت. الصراحة ما وصلت لهذا الحد من الفهاوة. شوف اللاعب هو مربوط. يا لب كفو. How to unflip a car. I'm gonna fix it. Holy shit, Julia, why are we so bad at this game? Oh my god. الرقة يا جماعة الخير، رقة البنات الألعاب. طخ. والله ما تعرفنا نمسك أبو الماوس وننزله يا شيخ لين ما أطير الجوال اللي جنب الماوس باد. Interesting tactic. Last time I got in a boat, I got rocked by a car 98 to the face. Not this time. This time is a different time. This guy doesn't know. Yeah.
يا جماعة الخير أنا ما فهمت صراحة، بس الظاهر إنه جالس يبث، والمقطع اللي قبله كان دائما يقول المرة الماضية صابوني وأنا أركض، هالمرة ما راح أموت هالموت الغبية الظاهر. نبدأ ستايم. Last time I got in a boat, I got rocked by a car 98. وهو رايح للبوت وهو للغارب مات. The face. In the face. This time, this time is a different time. بالله الله لا يحطني مكان، انا هايط كثير بالبثوث لكن الحمد لله ما تصير لي كذا. ما ودي اطول عليكم اكثر يا جماعه الخير، اتمنى المقطع نال اعجابكم، لا تنسون اللايك تكفون، واكتبوا لي بالكومنت اذا عجبكم المقطع، ونشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.